بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني مهندسي شبكات سيسكو في العالم العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب فيكم، أنا أخوكم حسن صالح مرشد في الفيديو 65 من سلسلة فيديوهات الـ CCNA Routing and Switching 200-120. هذا الفيديو هو ختام الفصل العاشر، واللي راح ناخذ فيه أسئلة مراجعة الفصل العاشر. ونبدأ مع السؤال الأول: ما هو من التالي صحيح عندما يتم وصف الـ Global Unicast Address؟ الجواب راح يكون الخيار B، هو يعادل العنوان العام في الـ IP الإصدار الرابع، يعني الـ Public IP Address، وبالتالي يتم استخدام الـ Global Unicast Address لكي يتم السماح للأجهزة بالاتصال بشبكة الإنترنت. السؤال الثاني: ما هو من التالي صحيح عندما نقوم بوصف الـ Link Local Address؟ الجواب راح يكون في الخيار C، وهو يعادل العناوين الخاصة الـ Private IP Address في الإصدار الرابع للـ IP Address، وبالتالي هذه العناوين أو اللي هي راح تكون الـ Link Local Address سوف تكون غير قادرة على الاتصال بشبكة الإنترنت. السؤال الثالث: ما هو من التالي صحيح عندما نصف عنوان البث المتعدد؟ الجواب راح يكون في الخيار B، واللي هو الباكت سوف يتم إرسالها إلى جميع المنافذ التي تم ضمها إلى عنوان البث المتعدد، لذلك يطلق عليه أحيانا one to many، يعني جهاز يرسل إلى مجموعة أجهزة. طبعا هذه المجموعة عشان تستقبل هذه البيانات لازم يكون تحقق شرط، واللي هي ان كلها تكون في ضمن الجروب او المجموعة الخاصة بالمالتي كاست اي بي ادرس. السؤال الرابع: انت تريد ان تقوم بعمل بينج للمنفذ الداخلي اللي هو اللوب باك انترفيس، طبعا بس هذه المرة بالاصدار السادس الاي بي فيرجن 6 لوكال هوست في داخل الجهاز المحلي، فما الذي سوف تقوم بطباعته؟ راح نكتب الأمر بالشكل التالي اللي هو في الخيار C، بينج دبل كولن واحد. طبعا بينج دبل كولن واحد بتعادل البينج 127.001 في الإصدار الرابع للإنترنت بروتوكول. السؤال الخامس: ما هو عنوان البث المتعدد المالتيكاست والذي يتم استخدامه في بروتوكول الـ OSPF الإصدار الثالث؟ احنا عارفين الـ OSPF الإصدار الثالث هو الذي بيعمل في داخل TCP/IP الإصدار السادس. طبعا عندنا عنوانين للـ OSPF، عندنا العنوان الأول اللي راح يكون موجود في الخيار C، واللي هو الـ FF02:5، وطبعا بيتم استخدامه لكي تتبادل الراوترات الـ OSPF الـ OSPF packets فيما بينها البين. وعندنا الخيار D اللي هو الـ FF02:6، وهو لكي يتم مراسلة الـ OSPF packets فيما بين طبعا فيما بين راوترات الـ OSPF وراوتر DR designated router اللي هو الراوتر الرئيسي. السؤال السادس: كم عدد البيتس الموجودة في حقل الـ IP version 6 address؟ الجواب راح يكون في الخيار D، واللي هو 16 حقل. الإصدار عنوان الإصدار السادس للإنترنت بروتوكول بيتكون من 16 حقل. لا مش 16 حقل، عفوا انا قصدي 16 بت. طبعا يقول لي هنا كم عدد البتز الموجودة في الحقل الواحد
في داخل عنوان الاي بي الاصدار السادس، الجواب راح يكون الخيار دي اللي هو 16 بت مش حقل. طبعا احنا عندنا اما عدد الحقول في الاي بي فيرجن 6 فهي 8، 8 في 16 راح يعطينا 128، 128 هي 28 بت، هو الحجم الكلي للعنوان الاي بي الاصدار السادس. السؤال السابع، ما هو بديل البرودكاست ادرس في داخل الاي بي فيرجن 6؟ الجواب راح يكون الخيار A واللي هو ال FF02 دبل كولن 1. هذا العنوان هو بيعادل العنوان اللي كان موجود في البث المتعدد في الاصدار الرابع اللي هو 224 صفر صفر واحد. هذا العنوان طبعا اي جهاز راح سواء كان سيرفرات، راوترات، بي سي، لابتوبز الى اخره، اي جهاز راح يمتلك اي بي ادرس راح يكون عضو تلقائيا في مجموعة 224.001. تمام، فاذا 224.001 هي بتعادل البرودكاست، لانه لما يتم ارسال البيانات عليها فراح توصل لجميع الأجهزة الموجودة في الشبكة. طبعا ما تم استغلال ذلك في التي سي بي اي بي الاصدار الرابع، تم الانتباه اليه واستغلاله في التي سي بي اي بي الاصدار السادس. طبعا تحويل 224.006 بينتج عنه ال FF02 دبل كولن 1. تمام، هذا العنوان هو اصبح طبعا هو مالتي كاست لكن اصبح بديل للبرودكاست، وتم إلغاء البرودكاست في التي سي بي اي بي الإصدار السادس. السؤال الثامن، ما هو بديل بروتوكول الأرب في التي سي بي اي بي الإصدار السادس؟ الجواب راح يكون عندنا الخيار سي هو الجواب الصحيح. تم استبدال بروتوكول الأرب كبديل له حل محله بروتوكول الـ MNS وهو اختصار لـ Multicast Neighbor Solution. بيقوم بنفس وظيفة بروتوكول الـ ARP من ناحية أنه بيبحث عن الـ MAC address التابع للـ IP address للجهاز اللي يريد إرسال البيانات إليه، ولكن بدلا من استخدام البرودكاست بيتم استخدام الـ Multicast لأن البرودكاست أصبح غير موجود في التي سي بي اي بي الإصدار السادس. السؤال التاسع، ما هو من التالي الاختصار الصحيح للعنوان؟ احنا عندنا هذا العنوان الطويل اللي بيتكون من 32 رقم، ما هو الاختصار الصحيح له؟ طبعا الجواب راح يكون الخيار A. تعالوا نشوف ليش الخيار ايه. الـ2000 راح يتم كتابتها كما هي، ليش؟ لان ما راح تختصر، لان هذه كلها اصفار على اليمين والاصفار على اليمين لا تختصر. عندنا هنا الخانة الثانية بتتكون من كم؟ من 4 اصفار، فممكن اختصارها الى 0 و 1، فهذا الاختصار سليم. عندنا الـ1000 احنا عندنا 3 اصفار على اليمين و1، معناته ما راح يتم اختصاره، راح يتم كتابته كما هو 1000. طيب عندي هنا خانة، خانتين كلهم عبارة عن أصفار، فايش راح أسوي؟ راح أحولها إلى دبل كولن. طبعا هذه القاعدة راح أطبقها مرة واحدة في داخل الاي بي الإصدار السادس. تمام، الآن أصبح عندي الدبل كولن. عندي هنا الخانة اللي بعدها عندي صفرين على اليسار، بعدين A بعدين صفر، إذا الصفرين على اليسار أنا ممكن أختصرهم ويبقى عندي الـ A صفر، أنزل فيها في داخل العنوان. الخمسة ستة صفر صفر ما راح تختصر، راح تكتب كما هي، وراح أنزل فيها كما هي. عندي صفرين على اليسار بعدين 12، فراح أختصر الصفرين ما راح أكتبهم وراح أكتب الـ 12 مباشرة، وبالتالي كما نلاحظ الخيار A هو الخيار الصحيح في عملية اختصار هذا العنوان المنطقي الإصدار السادس.
السؤال العاشر، ما هو العنوان الذي يعادل الأبيبة في الإصدار السادس للآي بي؟ احنا عارفين ان الأبيبة اذا كان عندك انت مجموعة أجهزة في داخل الشبكة، وطبعا أعددت هذه الأجهزة أن تحصل على الـ IP address الخاص فيها من خلال الـ DHCP server، ولكن حصل الـ DHCP server مشكلة، مثلا العناوين اللي كان بيوزعها نفذت، فما أصبح عنده عناوين يوزعها، أو أن الـ DHCP server انقطع عنه الكهرباء وأصبح لا يعمل في داخل الشبكة. إيش اللي راح يحصل؟ راح تقوم الأجهزة بأخذ عنوان من ضمن الرينج الأبيبة، يعني قامت بإعداد IP address لنفسها في داخل الشبكة. نفس الفكرة في الـ TCP IP version 6، الأجهزة راح تقوم بإعداد الـ اسمه IP address لنفسها، ولكن راح تقوم بإعداده سواء يعني بشكل إلزامي بشكل تلقائي، سواء أنت قمت بوضع العنوان static سواء ديناميك، لازم يكون لها عنوان يشبه الأبيبة اللي هو راح تقوم بإعداده بنفسها. هذا العنوان بيطلق عليه اللينك لوكال يونيكاست ادرس اللي هو في الخيار بي. كل جهاز في شبكة TCP IP فيرجن 6 لابد ان يملك لينك لوكال يونيكاست ادرس، راح يقوم بإنشائه كل جهاز في الشبكة بنفسه، ف هو اللي يعادل الأبيبة في الـ TCP IP الإصدار الرابع. ننتقل للسؤال الحادي عشر، ما هو الأمر الذي نقوم بكتابته على الراوتر لتفعيل الـ IP الإصدار السادس؟ الجواب راح يكون الخيار D. طبعا احنا الراوترات تعمل تلقائيا بالـ TCP IP الاصدار السادس، عفوا الرابع، هذا بتعمل فيه تلقائيا. طيب عشان نفعل ونجعلها تعمل ببروتوكول الـ TCP IP الاصدار السادس، فيجب كتابة الامر، طبعا مش الخيار دي عفوا الخيار بي، خليني امسح عشان ما يحصل لخبطة. علشان افعل الامر فاللي هو تفعيل امر الـ TCP IP الاصدار السادس وانه يتعامل مع العناوين المنطقية الاصدار السادس، فراح اكتب الامر IP Unicast Routing. بهذا الامر انا اكون فعلت نظام الـ TCP IP الاصدار السادس كنظام ناقل للبيانات في داخل جهاز الراوتر الخاص بسيسكو. السؤال الثاني عشر، ماذا يطلق على بروتوكول الريب في نظام نقل البيانات الـ TCP IP الإصدار السادس؟ الجواب راح يكون الخيار C. الريب في داخل الـ TCP IP الإصدار السادس بيطلق عليه ريبينج، اختصار لراوتينج انفورميشن بروتوكول نيكست جينيريشن. السؤال الثالث عشر، ما هو من التالي عنوان البث المتعدد المالتي كاست الخاص ببروتوكول الـ EIGRP ولكن في داخل الـ TCP IP الإصدار السادس؟ الجواب راح يكون هو في الخيار B اللي هو FF02 double colon A، هذا في الـ TCP IP الإصدار السادس ويعادله في الـ TCP IP الإصدار الرابع 224.0.0.10. السؤال الرابع عشر، بيقول لي ما هو من التالي فرق فيما بين بروتوكول الريب وبروتوكول الريبينج؟ يعني هو قصده الفرق فيما بين الريب اللي هو طبعا موجود في الـ TCP IP الإصدار الرابع، وبين الإصدار الجديد الريبينج اللي بيعمل طبعا في داخل الـ TCP IP الإصدار السادس. أهم فرق جوهري راح يكون بين الاثنين هو البروسيس ID. البروسيس ID يعتبر تطوير لبروتوكول الريبينج اللي بيمكننا بأن احنا ممكن نفعل أكثر من بروتوكول ريب في داخل الراوتر الواحد، وكل بروتوكول ريب راح يعمل مستقل عن الآخر، راح يملك شبكات خاصة فيه مستقل عن الشبكات الخاصة بالريبينج الآخر. طبعا بالإضافة إلى الفرق الجوهري الثاني
واللي يعتبر طبعا هو الأساسي، وهو أن الريب بيتعامل بالإصدار الرابع والريبنج يتعامل بالإصدار السادس. بس كتطوير عندنا فكرة البروسيس اي دي هي موجودة في الريبنج ولا غير موجودة في الريب. السؤال الخامس عشر يقولي ما هو بداية العنوان اليونيكاست لوكال ادرس؟ الجواب راح يكون في الخيار بي، العنوان اليونيك عفوا لوكال ادرس بيبدأ بالاف اي سي زيرو، هذه هي بداية عنوان اليونيك لوكال ادرس. السؤال السادس عشر ما هو من التالي من الفروقات الموجودة فيما بين الـ OSPF في الإصدار الثاني وبالتالي هو يعمل في الـ TCP/IP الإصدار الرابع، وبين الـ OSPF في الإصدار الثالث اللي بيعمل طبعا في الـ TCP/IP الإصدار السادس؟ الجواب راح يكون في الخيار A، الفرق فيما بينهما من ناحية الراوتر ID. الراوتر اي دي يعني هذه طبعا واحدة من الفروقات، في فروقات اخرى بس واحدة من الفروقات هي الراوتر اي دي في الـ OSPF في الاصدار الثالث لابد من اعداده، طبعا لابد على مهندس الشبكة ان يقوم باعداد الراوتر اي دي في داخل بروتوكول الـ OSPF في الاصدار الثالث، واذا ما قام باعداده فما راح يشتغل معاه بروتوكول الـ OSPF. طيب ما هو الراوتر اي دي؟ هو عنوان من الاصدار الرابع، حتى لو كنا راح نتعامل مع شبكات الاصدار السادس فاحنا الراوتر اي دي في كلا الحالتين راح لابد من كتابته بصيغة الاصدار الرابع. طبعا لما يتم كتابته راح يكون هذا الراوتر اي دي هو وسيلة، طبعا هو ايش اقول لك، هو اسم الراوتر اللي راح يعرف الراوتر راح يعرف عن نفسه لجميع الاجهزة الموجودة في داخل شبكة الاوس بي اف من خلال الراوتر اي دي. بالنسبه للاوس بي اف الاصدار الثاني اللي كان يعمل في التي سي بي اي بي الاصدار الرابع، الاوس بي اف الاصدار الثاني طبعا بيستخدم الراوتر اي دي، بس اذا انت ما قمت باعداده راح يدبر حاله، يعني راح يقوم بانشائه بشكل تلقائي بحيث راح يشوف ايش اكبر اي بي ادرس موجود عنده كفاليو كقيمه، ويقوم هو بعد كذا ايش بوضعه كراوتر اي دي واعتماده كراوتر اي دي. اما في الاوس بي اف الاصدار الثالث فانت ملزم بانك تقوم بانشاء الراوتر اي دي. الراوتر اي دي على فكره هو مفهوم عام موجود تقريبا في اغلب ان لم يكن كل بروتوكولات التوجيه، بس يظهر اهميته بشكل اكبر واوضح مع بروتوكول الاوس بي اف وشبكات الاوس بي اف. السؤال السابع عشر ما هو من التالي حجم الـ IP الإصدار السادس؟ الجواب راح يكون في الخيار F اللي هو 128 بت، هي حجم الـ IP الإصدار السادس. السؤال الثامن عشر ما هو السبب الرئيسي لإصدار الـ TCP/IP الإصدار السادس؟ الجواب راح يكون مباشرة الخيار D. السبب الرئيسي في إصدار نسخة الـ TCP/IP الإصدار السادس هو لتوفير عدد كبير من العناوين المنطقية، وذلك لأن احنا زي ما احنا عارفين الـ TCP/IP الإصدار الرابع بسبب الانتشار الواسع والكبير واستخدام شبكة الإنترنت أصبح يعاني من استهلاك سريع لعناوينه المنطقية الـ IP addresses، واصبح يدق ناقوس الخطر انه اصبحت العناوين راح تنتهي، وبالتالي بعد كده ما راح تكون شبكة الانترنت قادرة على التوسع، وكذلك حتى بعدين شركات في ربط الفروع وانشاء فروع وغيره راح تكون المسألة خلاص راح توقف. فعشان يتجنبوا هذا الخطر كان لابد من اصدار جديد اللي هو TCP/IP الاصدار السادس. اصداره هو الهدف الرئيسي منه هو أن يقدم عدد كبير من العناوين المنطقية يغطي الطلب المتزايد عليها. السؤال التاسع عشر ما هو من التالي من الفروقات الموجودة فيما بين الـ EIGRP الإصدار الرابع
والإيه يجر بي الإصدار السادس. لما نقول الإيه يجر بي الإصدار الرابع فإحنا نشير إلى البروتوكول الإيه يجر بي الذي يعمل ضمن TCP/IP الإصدار الرابع، ولما نقول إيه يجر بي الإصدار السادس فإحنا نشير إلى الإيه يجر بي الذي يعمل ضمن نظام نقل البيانات TCP/IP الإصدار السادس. في مجموعة فروقات بس حسب الخيارات اللي أمامي، عندي الخيار C هو الخيار الصحيح اللي بيقول لي يجب تفعيل يجب تفعيل الـ EIGRP على الراوتر من خلال الأمر NO SHUTDOWN. أنا ممكن أقوم بعمل جميع الإعدادات الخاصة ببروتوكول الـ EIGRP الإصدار السادس، بس إذا ما كتبت الأمر NO SHUTDOWN فما راح تشتغل هذه الإعدادات، راح تظل موجودة فقط في داخل الراوتر، فأنا هنا ملزم بكتابة الأمر NO SHUTDOWN. السؤال 20، ما هو عدد طبقات TCP/IP الإصدار السادس؟ الجواب مباشرة راح يكون في الخيار B اللي هي الأربع طبقات. طبعا سواء كان TCP إصدار رابع أو إصدار سادس هم متساويين من ناحية عدد الطبقات اللي بيستخدموها في عملية نقل البيانات. الطبقات حتى كأسماء ما تغيرت ولا كأعداد، تمام، هي أربعة سواء في TCP/IP الإصدار السادس أو TCP/IP الإصدار الرابع واللي هي الابليكيشن، وبعد كذا عندك طبقة الإنترنت، وبعد كذا عندك طبقة اللي هي لا عفوا عندك طبقة أول حاجة طبقة الابليكيشن، بعد كذا عندك طبقة الترانسبورت طبقة النقل، وبعد كذا عندك طبقة الانترنت اللي تعادل طبقة النتورك، وعندك بعد كذا طبقة اللي هي الفيزيكال واللي ايضا ممكن يطلق عليها الانترفيس لينك، واللي بتجمع طبعا بداخلها طبقة الداتا لينك وطبقة الفيزيكال انترفيس. المهم انه في كلا الحالتين سواء كان TCP/IP اصدار سادس او TCP/IP إصدار رابع، في كلا الحالتين هم عدد الطبقات الموجودة فيها هي أربع طبقات. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، والذي أتمنى أن يكون قد نال على إعجابكم واستحسانكم، وحتى ألقاكم في الفيديو القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.